يعني راجع ديال خويا كان في مستوى كان جميل جدا بعبيدة الرما بالفولكلور ديال المغرب، الحمد لله متنوع من المغرب كامل. كانت ليالي زوينة وكانوا الناس ديال خويا فرحانين، وكنت انا ضيف الحلقة باش كنمثل التراث ديال العيطة المرساوية والعيوط ديال التراث ديالنا ديال المغرب. ف تبارك الله عليهم الناس ديال خويا، والمغرب تبارك الله غني بالتراث. فاللي غادي نقول فكانت سهرة ممتعة بزاف وكانت جميلة. حياكم الله وتبارك الله عليكم.